السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم وفي هذا الفيديو راح أجرب ولأول مرة أصنع شوكولاتة بونتي بالبيت، وكما راكم تشوفوا الوصفة تبان سهلة لأنها تحتاج فقط 3 مكونات، والأهم فيها هو جوز الهند المبشور. يلا نبدأ بالوصفة ومع المقادير. نحتاج 1.25 كوب من جوز الهند المبشور الغير محلى، 1/2 كوب من الحليب المركز والمحلى، وحوالي 120 غرام شوكولا. لهذا أنا اشتريت 2 علب شوكولاتة، لأنه كما معروف كل علبات شوكولا فيها 100 غرام. فيلا نبدأ بالعملية. نجيب إناء نفرغ فيه جوز الهند المبشور، وفوقه نصب 1/2 كوب من الحليب المركز المحلى، ونخلط. لازم يكون الخليط متماسك. هنا حسيت انه جوز الهند اكثر فاضفت الحليب بحيث يكون لا ناشف ولا سائل. يعني متماسك بهذه الطريقة. خليتهم على جنب ورحت أذوب شوكولا على حمام بخار أو حمام ماري. قطعت الشوكولا لكي تذوب بسرعة، مع أنه ما قطعتهاش صغيرة جدا، كان من المفروض أقطعها أصغر من هذا الحجم. هنا جبت الشوكولا بونتي لكي أشوف شكلها الداخل وأقلدها في الحجم والتزيين. هذا هو شكل البونتي من الداخل. الآن راح أجرب أشكل حبات مثل هذا الحجم. جربت أشكل الحبات، أول حبة كانت أصغر بعض الشيء فجربت أكبرها. بقت صغيرة شوية لكن أنا خليتها وكملت الحبة تلو الأخرى. والآن راح أجيب الشوكولاتة بعد ما ذابت، وهذا أصعب قسم بالنسبة لي. جبت ورق الزبدة وحطيته، وحطيت هذا بدال هذاك الشبكة الحديدية، وندمت راح تعرفوا في الأخير. وهذه هي الشوكولاتة، حسيت مازال قوامها كثيف فأضفت لها الزيت. وهكذا صار قوامها. جربت أحطها داخل الشوكولا وأغلفها بالشوكولا. حسيت أنه أول حبة جت معمرة شوكولا. الصراحة الطريقة كانت بالنسبة لي صعبة جدا، كنت أفضل أحطها في قالب سيليكون، لكن حاليا ما عندي حتى قالب سيليكون أو حتى قالب يكون شكله يشبه بار شوكولا. كنت خايفة أني نخلي جوز الهند يتفتفت داخل الشوكولا الذائبة ويفسد لي كل شيء، وبقيت في العذاب حتى كملت. في الأخير الشوكولا اللي الحبات الأخيرة كانوا شوية فيهم فتات جوز الهند من الفوق، لكن ما يبانوش بزاف. لما بردوا صرت أنزع فيه. اللي حطيتهم مباشرة على ورق الزبدة انتزعوا بسهولة، على العكس اللي حطيتهم على الحديدة. شوفوا كيف صار شكلهم وتكسروا. بعدها صرت حابة أزين الحبات مثل الباونتي، لكن الشكل ما ضبط.
لهذا صرت أعملهم طريقة عشوائية وحطيتهم في الثلاجة. والآن راح نذوق البونتي، وهذه البونتي الحقيقية. ها شوفوا شكلها أرتب وأفضل من هذه أكيد. راح أختار أي واحدة، راح أختار مثلا هذه. لما نفتحها الصراحة بالخف تنفتح كأنها بونتي الحقيقية. أول شيء طرية لكن طاغي عليها ذوق الحليب، سواء في الحشو أو في الشوكولاتة، لأن الشوكولاتة هي شوكولاتة حليب وأنا نحب شوكولاتة سوداء. راح نذوق البونتي الحقيقية، هذه أو هذه. راح أفتح هذه، معلش هذه شوي قاسية إنك تفتحيها. الذوق قريب جدا. هذه ضايفين لها أروم جوز الهند أكثر، هذا وش مختلف، وحتى ذوق الشوكولاتة يختلف شوية، لكن على العموم هذه عندها تقريبا نفس الذوق. فهذه شحال نعطي لها؟ بالنسبة للشكل راح نعطي لها 4/10، بالنسبة لكل شيء راح أعطيها 6/10. وأنتم ما رأيكم؟ هل ممكن تجربوها؟ وهل جربتوها من قبل؟ وهنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا كنتوا تحبوا هذه النوعية من الفيديوهات وحابين أجرب أي نوع من الأكلات، اكتبوا لي في خانة التعليقات وحطوا لي لايك واشتراك، ونقول لكم نحبكم بزاف ومع السلامة.